بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. كيف تتحكم في محرك كهربائي من مكانين مختلفين؟ هذا ما سنشاهده في هذا الفيديو، فتابعونا حتى النهاية. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم جمال الشبوخ من قناة المفيد في الهندسة الكهربائية على اليوتيوب. كما أشرت في مقدمة الفيديو، درس اليوم سيكون حول كيف التحكم في محرك كهربائي من مكانين مختلفين. سنتطرق إلى يعني طريقة يعني التحكم. رسم سنقوم برسم المخطط الكهربائي لهذه الذرة بطريقة مميزة إن شاء الله. كل ما عليكم هو متابعتنا حتى نهاية الفيديو. مخطط القدرة، وهو يعني مخطط سهل إن شاء الله. كما تشاهد، هذه هي الأجهزة التي سنحتاجها. هنا الديجونكتور، هنا الكونتاكتور، ثم هنا الرولي تيرميك والمحرك الكهربائي. سنقوم بربط هذه الأجهزة بعضها ببعض كالتالي. اولا هنا ال 1 ال 2 ال 3، يعني الفاز الاول، الفاز الثاني، الفاز الثالث، وهنا النوتر. سنقوم يعني بربط الفازات الثلاث بالمحرك الكهربائي بهذه الطريقه كما تشاهد معي. هذا هو مخطط القدره كما تشاهد معي. هذه هي الطريقه التي نقوم بها لمخطط لتركيب مخطط القدرة أو سيركوي دو بويسونس. كما قلت، مخطط التحكم في محرك كهربائي من مكان واحد، ثم سنحوله يعني سنغيره إلى التحكم في من مكانين مختلفين. كما تشاهد معي، هنا لا بوبين ديال هذا الكونتاكتور او وشيعه الكونتاكتور هي ا ا ا و ا1 و ا2 هي الوشيعه. بالنسبه لها هنا هو يعني التماس، التماس يعني عدد الذي يكون عدد مفتوح. هذا هو التماس الذي يكون عدد مفتوح 13 14، وهو الذي نستعمله للمانتيان او الاوتوماتيان بالنسبه لذرات التحكم او سيركوي دو كوموند. سنقوم الان بانشاء هنا لو كونتاكت او التماس ديال الرولي تيرميك، والتماس نستعمله في التحكم ايضا، وهو تماس عاده يكون مفتوح، عاده يكون مفتوح، لا التماس عادة يكون مغلق. التماس عادة يكون مغلق في حالة وجود يعني في خلل في الرولي تيرميك، يصبح يفتح هذا التماس، وبالتالي يوقف المحرك الكهربائي. سنقوم الآن ب الفاز سيركوي دو كوموند. الفاز كما تشاهد معي، سيمر الفاز من الرولي تيرميك هنا للحماية فقط، البروتكسيون. سيمر من الرولي تيرميك كما شاهد معي هنا، سيمر عبر الرولي تيرميك، كونتاكت ديال الرولي تيرميك، منه إلى لو بوطون أري أو بوطون الإيقاف أو زر الإيقاف، ثم إلى زر التشغيل، ثم إلى يعني هنا نوت كما شاهد معي الى الادو، هنا النوت الى ادو كما شاهد معي، هنا الاوتومانتيان. اما الاوتومانتيان يكون يعني مركب على التوازي مع زر التشغيل او بوتون دو مارش. هنا الكونتاكت، كما الكونتاكت هنا يكون عادة مفتوح، وهنا الكونتاكت يكون عادة مغلق، هنا الكونتاكت يكون عادة مغلق، وهنا عادة مفتوح.
هذه يعني هذا هو يعني مخطط التحكم في محرك كهربائي من مكان واحد. هذا هو. الآن سنقوم بإنشاء المخطط التحكم من مكانين مختلفين، كما قمت في الأول بإنشاء مخطط القدرة. هذا هو مخطط القدرة كما شاهد معي، لقد أنشأناه يعني في التمرين الأول. الآن نقوم بإنشاء مخطط التحكم. سنقوم الآن يعني زر هنا، زر الإيقاف سيكون مركب على التوالي مع زر إيقاف في المكان الثاني كما تشاهد معي، ثم سيركبان على التوالي مع زر تشغيل. بالنسبة لأزرار التشغيل تركب على التوازي، أزرار التشغيل تركب على التوازي، يعني لي بوطون دو مارش كيركبو اون باراليل. علاش؟ باش يعني في أي مكان يعني قمت بالضغط على الزر سأشتغل كما شاهد معي. هذه هي الطريقة، طريقة سهلة. هذه هي الطريقة، الطريقة سهلة، لا تحتاج إلى شيء، إلى يعني كل ما عليك هو تركيب يعني الأزرار التشغيل أو لي بوتون داغي، لي بوتون أزرار الإيقاف أو لي بوتون داغي يركبان على التوالي، في حين أن أزرار التشغيل أو لي بوتون دو مارش يركبان على التوازي. هذا هو يعني المخطط الكهربائي، المكان الأول ثم هنا المكان الثاني. مخطط يعني سهل، لا يحتاج إلى يعني إلى خبرة كثيرة، مخطط سهل جدا. كل ما عليك كما قلت هو يعني تركيب أزرار الإيقاف على التوالي وأزرار التشغيل على التوازي. هذا يعني كل ما لدينا في هذا الفيديو. أتمنى يعني من الفيديو أتمنى يعني أن ينال التوسع إعجابكم وأن تستفيدوا منه إن شاء الله.